كيف حالكم انتم طيبين؟ وانتم مبسوطين؟ من الله قريبين؟ من الله قريبين؟ النبي مصلين؟ انا مصلين. اليوم عندنا تحدي قنفشاري من مطعم الطازج. صاروخي صاروخي صاروخي. يلا تعال. تشيز يا متابعيني. تحدي اليوم تحدي قنفشاري 15 فروج. من مكة المكرمة مهبط الوحي، من هذا المقام السامي، من هذا المنبر العظيم، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم بتحدي خنفشاري 15 حبة فروج من مطعم الطازج. لا طازج إلا الطازج. بسم الله. أنا ما أقدر أندوني. ليش؟ إيش بك؟ ليش أنت أندوني؟ أنا آسف. تفضل. آخر مرة ما عاد أعيدها. مستعد للتحدي يا بطل؟ ايوه. يا وراح يكون العقاب اذا واحد فينا ما خلص التحدي. شوفوا هذا الشيء راح يكون هو العقاب. ايش هذا الشيء؟ الشيء الخروف، راس الخروف. هذا هو الشيء. شوف هذا شكله انقطع، هذا كله انكسر راسه. خسران راح يسحب ورقه من هذه الكاسه، تطلع له عين خروف، لسان، مخ، ياكل. جيش انت تستطيع العملاق. قبل لا نبدا التحدي نبغاكم تعطونا اقوى لايك وشير وسبسكرايب. انت تستطيع. بسم الله. انت تستطيع. يلا شيلوها شيلوها وبنفوز الليله. شيلوها. يلا بسم الله نبدا التحدي. بسم الله نبدا. رقم واحد، نمبر ون. نمبر ثري. هذا مرة صاروخ. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. تجيب هذا كذا وهذا كذا، الاثنين مع بعض. يا سلام، هذه الخفتين، هذه أحلى شيء في الحياة. انا احب اسوي الحركه هذه دائما، اجيب الكاتشب على الطحينه حقت الطازج وشويه شطه. واو. بعدين اخذ لك اي جزء. يا سلام يا سلام يا سلام. الله يا جمال. صراحة هذا التحدي أنا ما راح أحس بتأنيب الضمير أبدا. وجبة جدا صحية، طعمها لذيذ جدا رائع. طبعا عندي صوص، أنا هنا سبيشال صوص حقي. شوفوا
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. حطينا الصوص السبيشل. خوفك انت منك. والله رهيب. يحبك الصوص. كفو كفو ريسبكت نمبر 2. رقم 2 خلصنا. خلصنا. قوة يا ولد. السلامة. جيب رقم 3، جيب رقم 3 يلا. جيب هذا؟ ايوه جيب اللي بعده واحد يلا. رقم 3. نمبر 3 يس. ثانك يو ريسبكت. كفو. اديها ما ترحمهاش. فاسل فاسل اقول لك شيء اقلب وجهك. والله رهيب الطعم. طعم يشبك من ورا المخ كذا. من ورا المخ يجي. والطحينه حقتهم هذه كيف الجنه. زي ما هو كذا. حبك قوي يا هنا. واو كيف الجنة يا رب. بابا انت ايش اسمك؟ انت تستطيع. لا انت اسمك بابا. طيب. انا يا متابعين اسمي فيصل. رقم 3 خلص. واو شوف الفروج يهبل يهبل. نمبر 4. فيصل فيصل ايش عندنا اليوم؟ انا باكل 30 فروج. 30 فروج يا فيصل؟ ايوه. والله انك مهايطي ما عندك هرجة. اخرك وجبة نجتس والعقاب عليك ان شاء الله. يا ماما اوه عقبت شفتي. يا الله عبد هادي. ما شاء الله انت عبد زي ايه. ارجع ما اقول خلاص عرفنا. طيب خلاص يا اخي طلعت كذا عفويه. الرجال ما يقول احد. طيب خلاص قابلت رحيمي ابو حميد. ايوه هذا طبعا اللي الف كلمات انت تستطيع. ما شاء الله تبارك الله. يلا جاهز ابغاك تعطيني كذا اي شيء من كلماتك. تعال تعال جيت الحين. انت مؤلف اغنيه ما انت ما تبغى تقول لي حاجه كذا على السنابيل. اشتغل صعب اي حاجه كذا. رقم 5 دن. جيب اللي بعده. جيب رقم 6 بسرعة. أنت تستطيع ريسبكت. كفاك. كيف حالكم أنتم طيبين؟ من الله قريبين؟ على النبي مصلين. أنت تستطيع. إيش عندنا اليوم تحدي يا فيصل؟ ب 30 فروج يا فيصل؟ ايوه. انت متاكد؟ ايوه. تحدي خنفشاري يعني. يو تعدي انت بعين هاي تعدي حق بابا. بتصور التحدي يا فيصل اليوم انت حق اليوتيوب؟ حقي صوروا حقي. يلا كفو كفو. اصور اصور اتيوبي اصور اتيوبي في قناة ابويا. اصلع عليه.
انزعج انسحبت يعني خلاص ها. اوكي تفضل. يلا نقول انسحب. انا لسه جاي اكله. انسحب. اصلا انت ما تبان كذا، ما تبان في الكاميرا. انت انسحبت. انا ما انسحبت، انا جالس اكل. انا انسحبت. وانا قاعد اكل. انت انسحبت. انت اللي انسحبت. انت انسحبت. انا جالس اكل. انت يا متابعين انا جالس اكل. انت انسحبت. صار بارد بس برضو في نكهة الفروج، نكهة الفحم، نكهة الشواء. فاصل كيف حالك؟ مقلع. ايش بك ابن الحلال؟ الغلاف قافلة، انا طفشان. والله الوضع يبغاله ابديت لي. بابا انا عندي خطة وهدف. سنني. ايش تبغى تصير؟ اصير تمهيدي. تمهيدي ها؟ وبعدين؟ ابغى اصير شرطة. شرطة ما شاء الله ما شاء الله. انا اقدر اكل معاك. تاكل معايا ايش؟ والبس انا هذه اللاب، انا البسها في المدرسة عشان يصير عندي كتاب الارسل. طيب احنا ايش عندنا تحدي بكرة؟ عندنا تحدي بيتزا ونجت وبطاطس ودجاج ولحم ودجاج. كفو، اعطيني كفك. يلا اسحب ملفك. رقم 12، اليوم اكون او لا اكون. تحقيق الأهداف. لكي تحقق أهدافك يا وحش لازم تكتبها على ورق. الأهداف الغير مكتوبة ليست إلا مجرد أماني أو أضغاف أحلام. اكتب أهدافك يا وحش. نصيحة محب، راقب أفكارك لأنها سوف تصبح كلمات، وراقب كلماتك لأنها سوف تتحول إلى أفعال، وراقب أفعالك لأنها سوف تتحول إلى عادات، وراقب عاداتك لأنها سوف تكون شخصيتك، وراقب شخصيتك لأنها سوف تحدد مصيرك. سلام. 14 فروج إلى الآن الحمد لله خلص. بابا جاي الحق الحق. فيصل ايش تقول للمتابعين؟ عندهم مزاري. رقم 15. خلصت 15 فروج. انا فايز. انت ما قلت انك سلفيتك.
تعال اجلس. لا هدى اعصابك. نلعب خلاص خلاص لا تبكي. نلعب حجره ورقه مقص خلاص. واللي انهزم هو ياكل راس الخروف. يلا يلا اجلس. حجره ورقه مقص. اوه فزت انت. ايش؟ تعال اجلس هنا. طيب اول شيء بسحب ورقه من هذا الكاس اشوف ايش يطلع لي. اكتب يا بابا. عين مع المربع. هذه عين الخروف مع المربى. لا انت. تعال. لا انا لا. انا الله يسامحك. سلامة. سلامة. سووا لنا لايك وشير وسبسكرايب. ان شاء الله في التحدي القادم راح نسوي لكم تحدي اقوى من كذا وعقاب اقوى من كذا. انت تستطيع. عارف من زمان جدي راسي مصدي عرقي ندي في التحدي ما حد قدي تشوفني مهدي لكن مني ما بتعدي انا شغلي جدي حدك حدي لكن والله ما تعدي انت تستطيع.